رايده اجتماعيه صاحبه دار بالجسم وبروفش. في خدمتي نحب البران اللي نجمو نخلقوا فرص اقتصاديه للتراث نتاعنا. كان عندي مصباح على قديم نقولوا اللي نتمنى يوليو يهجونا. بني خالد نتمناها مدينه ذكيه فيها اقتصاد دائري وتجذب الشباب. مس ماريون تعجبني على خاطر البساطه المثاني، على خاطر بنوها رائدات تونسيات، وعلى خاطر ماركه تونسيه.